موبايل جديد اوبو اعلنت عنه رسميا، ايه اللي بيقدمه جديد وايه السعر بتاعه؟ يلا بينا هنعرف كل حاجة. اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل اوبو A93 5G، وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار، سواء بقى ان كان سعر متوقع او سعر رسمي. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف اوبو A93 5G. نتكلم الاول عن شاشة الموبايل، وبتيجي من نوع IPS LCD، وبتيجي بحجم 6.5 بوصة بجودة Full HD+ وبدقة 2400 × 1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الامامية جاية على شكل ثقب، والشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز. طيب، هو الشاشة مقبولة ولكنها للأسف مش افضل حاجة في الفئة دي، يعني ولا هي شاشة اموليد ولا هي بتقدم 120 هرتز زي الموبايلات اللي في الفئة دي، بس عموما الشاشة مقبولة. الجهاز هنا بيجي بمعالج كوالكوم الجديد، وهو سناب دراجون 480 بدقة تصنيع 8 نانو. المعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس. المعالج عموما هتاخد منه اداء كويس كتصفح واستخدام يومي وتنقل بين التطبيقات والبرامج، وهتاخد منه اداء كويس جدا في الالعاب، لان المعالج الرسومي اللي في المعالج ده اعلى من المعالج الرسومي اللي موجود في سناب دراجون 720G، ولكن المعالج كمجمل بشكل عام مش الافضل في الفئة دي، بالاضافة انه نازل في هواتف تانية بسعر ارخص. الموبايل بيجي بنسخة واحدة وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وللأسف الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن مساحة الموبايل كبيرة. الجهاز بيجي بثلاث كاميرات خلفية، والكاميرا الاولى 48 ميجا بكسل، ودي الاساسية، والكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. هنا الكاميرا الخلفية للجهاز بتصور فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وبتصور Full HD بمعدل 30 أو 120 فريم في الثانية، والكاميرا فيها تثبيت إلكتروني أثناء تصوير الفيديو. الكاميرا الأمامية في الجهاز بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية. بطارية الجهاز بتيجي بحجم 5000 ملي أمبير، هتاخد منها أداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 18 واط، والصراحة كان مفروض قوة الشحن تكون أكبر من كده. هنا الموبايل بيجي بأندرويد 11 وبيدعم NFC وبيدعم منفذ السماعات، وبالنسبة للمنفذ الشحن بتاع الموبايل بيجي من نوع Type-C طبعا. وبدام بنتكلم عن موبايل اوبو يبقى الخامات طبعا من البلاستيك. الوان الجهاز هما الاسود والابيض. الجهاز بيدعم مستشعر البصمة وموجودة في زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل اوبو A93 5G: هتاخد من البطارية اداء كويس جدا، خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة. الموبايل ده يعتبر من ارخص الهواتف اللي بتدعم 5G. عيوب موبايل اوبو A93 5G: المعالج كويس ولكنه اجمالا مش الافضل في الفئة دي. برضو الشاشة كويسة ولكن في هواتف تانية بنفس السعر تقريبا او سعر اقل كمان بتقدم شاشات افضل. للأسف مش عارف ازاي موبايل بالسعر ده ما فيهوش كاميرا زاوية واسعة. طبعا زي ما قلنا الجهاز مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن الصراحة انا مش شايف ده عيب، لان انت معاك 256 جيجا مساحة، هتحتاج اكتر من كده. ودلوقتي خلينا اوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الموبايل. قبل ما اقولك على الاسعار كالعادة، عايزك تعرف ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار متوقعة، وده لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. تم اطلاق الهاتف في الصين بسعر 310 دولار. السعر المتوقع في مصر 5000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1200 ريال. طيب، ايه افضل منافس للموبايل ده؟ شاومي مي 10T لايت. الموبايل ده منافس قوي جدا لموبايل اوبو A93 5G. هنخش على مقارنة الجهازين، ولكن قبل ما نخش على المقارنة عايز اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة شاملة لموبايل شاومي مي 10T لايت. لو عايز تشوفها هتشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو،
او من الايرس ظهرلك فوق دلوقتي. هنقارن اداء الجهازين، وهنا اوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 480 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 750 جي، وهنا معالج شاومي بتفوق. اوبو بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus وبمعدل تحديث 90 هرتز، وشاومي بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus وبمعدل تحديث 120 هرتز، وهنا شاشة شاومي بتتفوق لأنها 120 هرتز. اوبو بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، وشاومي بيجي ببطارية 4820 ملي أمبير، وهنا اوبو بتتفوق. اوبو يدعم منفذ تايب سي، وشاومي برضو بيدعم منفذ تايب سي، وهنا الاثنين زي بعض. اوبو يدعم شحن السريع بقوة 18 واط، وشاومي بيدعم شحن السريع بقوة 33 واط، وهنا شاومي بتتفوق. يلا نشوف فرق السعر ما بينهم، بس عايزك تعرف ان سعر اوبو ده سعر متوقع زي ما قلت قبل كده، وده لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده سعر رسمي، وده لانه نزل مصر بالفعل. سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام 5000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام 5400 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في موبايل معين عايزيننا نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في موبايل اوبو A93 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.